السيده صاحبتنا خدامه معنا جات مع المغرب فطرات مع والدي مع والديها هي وبنتها ورجلها في دارهم في الليل مع 3 الصباح طاحت لهذا بيتها مع والديها سميتها ابتسام ميجان عائله ديال ميجان كلها راه مازالت تحت الارض خوها اللي قالك خرجوه راه في سميتو في السبيطار قالك في خطر ورجلها راه واقف تما مسكين راه محروق جلال واسامه مازال هو تحت الارض هو وامها خديجه وباها وبنتها تسمين يلا عندها شي 8 شهور حسيتي فاش شفتي هادشي؟ هادشي غير منتظر هادشي اللي تنشوف ما كناش معولين عليه الناس كانوا بخير ولكن المشكل ديال واحد السيد اللي ساكن حداهم هنا كيدير دي موديفيكاسيون في الدار ديالو كل خطره هو اللي دار لهم هذا المشكل. وهذاك السيد شي خبر عليه؟ في السبيطار في لوبيتال تاعو هو مولا الدار اللي ريبه بحال الاولانيه كانوا الديور كلهم ريد شوسي برومي با بلوس كانوا عندهم تصميم على ريد شوسي برومي ابري ولا كلشي كيدير دوزيام تروازيام كاتريام سا فو دير 16 ديال الدار ما بقاش كيسيبورتي هذوك لي زيطاج اللي كيتزادوا هادشي اللي غيوقع لهم من هنا لقدام هاد الناس كاملين كاملين كيبان لك شي